بالنسبه للثمن ديالو خويا شحال كتقول فيه؟ 700 درهم. المهم الثمن كيف ما كنقولوا دائما الاخوان، الاخ عبد القادر راه كيقاد في الثمن. طوبى السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير خويا؟ الله يحفظك اودي. صافا مزيان؟ مولاي الله يحفظك اودي. اش عندك اليوم اخويا؟ كاين ابقى الدار هذا. شحال عنده خويا نشطه؟ كيبان لي كان في البداله هذا. بالنسبه للثمن اخويا؟ كان بان ليه من الصاشية. خويا حسن كي داير هاني؟ الله يحفظك. قول لي يا خويا. نعم خويا. جدر ولا قرع خويا؟ جدر خويا. جدر؟ اه. عنده 3 سنين. تبارك الله. بالنسبة خويا الثمن؟ ثمن 1000 درهم اخويا. ثمن 1000 درهم الاخوان. من قارو باقي كحال اخويا هذا. ياك باقي ما باقي ما صحش. باقي ما صحش. خلي النميره ديالك اخويا. 06 51 51 73 73 94 94 19 19 وانت ان شاء الله غادي تلاح هاد الوثائق ان شاء الله. وان شاء الله غتكون فيه واحد 15 يوم ديال الخدمه كما بديت دابا راه سيمانه باش بديت الخدمه. قد ما يعني طولتي في الخدمه قد ما كان داك الشيء تبارك الله شي حاجه. نوصلوا المعلومه الكامله ما يكون فيها حتى شي نقص. نوصلوا المعلومه الكامله باش الانسان المولوع خصوصا يستافد. خويا خويا ديال الخدمه قلت لي فاش عاطي المساسه. هذا الجساس ديال المساسه. ما شاء الله. بو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدير بخير؟ الله يبارك فيك. هاد الحداد راه سمعتيهم من اللي يمكن لهم ما شاء الله. الاصل ديالو ولد ولا جزر؟ لا جزر. الثمن ديالو؟ من الاخر 100 درهم. قبزو بحالكم. ما ضربتك الشمس لا؟ لا ما ضرباني لا الشمس لا والو الحمد لله. 100 درهم اخويا ناخذو من عندك انايا. خذوا ها هو تحنا الله يكبر فيك ابو محمد. الله يبارك فيك. اخوان كيف ما كتسمعوا ابو محمد راه ماشي دير يعني دير بروموسيون شي حاجه اللي كثر من بروموسيون. خلي النميره ديالك اللي بغا يتواصل. اييه 06 95 95 28 28 96 96 40 40 مرحبا. تحياتي ابو محمد. الله يسخر لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني متشبعي قناة طائر الحسون المغربي كنشكركم على التتبع ديالكم لهذ القناة، على الدعم ديالكم المتواصل. اليوم يوم الأربعاء الإخوان غادي نمشيو لهذ السوق اللي هو منطقة سباشا، نقربكم من الأجمدة ديال الطيور المتواجدة بهذا السوق. اللي شاف هذا الفيديو كما جرت العادة الإخوان خلي واحد التعليق زوين اللي ما أبونيش في القناة يتأبونا. وتحياتي للجميع والله يدير الخير والسلام عليكم. خويا عبد القادر السلام عليكم. السلام عليكم. كيدير بخير؟ قرع ولا جدر اخويا؟ خويا جدر. شحال عنده اخويا؟ عامين وشي حاجه. عامين وشي حاجه. ما شاء الله. شوفوا الصورة ديالو كيدير الاخوان. بالنسبة للثمن ديالو خويا شحال كتقول فيه؟ 700 درهم. المهم الثمن كيف ما كنقولوا دائما الاخوان، الاخ عبد القادر راه كيقاد في الثمن، غيدير معكم يعني ثمن مناسب. كما جرت العادة خويا عبد القادر النميرة 06 61 70 44 09. شكرا خويا تحياتي.
طاب السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير خويا؟ الله يحفظك ودعك. صافا مزيان؟ مول الله يحفظك ودعك. اش عندك اليوم اخويا؟ كاين واحد الدار هذا. شحال عنده خويا نطاب؟ عندكم شي 3 سنين هذا، عند مولاه راه جابهم لي البارح. الجدر عنده 3 سنين. ما شاء الله. شوفوا اليوم المعاناة تاعك. وهذا أكيد نصاص ياك؟ نصاص كما كنشوفوا فيه الاخوان مقزب. شحال ضارب هذا؟ شي شهرين؟ ما نقدرش نقول لك عاد. الثمن ديالو شحال؟ 200 درهم. وهذا؟ 300. 300 درهم، الثمن المناسب. هو هذا. وهذا البوح اخويا؟ 200 درهم. شحال عنده هذا البوح؟ ديال العام ده. ياك. هو هذا خذ الولاعة تاعنا. متفق معاك. البوح، الهازار، الولوال، الوطواط، الحداد، الحسنية، وزيد وزيد. كذاك كيدخل في كوبية بوحية. ها هو هذا القفيز اخويا راه قامعو. ماشي قفزو هذاك، راه قفزو كبير. النميرة ديالك اخويا مصطفى؟ 07 17 84 35 96. الله يسخر لك اخويا مصطفى. خويا بديله، السلام عليكم. كدير هاني؟ قول لي يا خويا، قرعة ولا جدر؟ قرعة عنده 3 سنين. كيبان لي كان في البدالة هذا. بالنسبة للثمن اخويا؟ نقول 500 ولا كاين شي حاجة، راه كاين مروض. يعني تقاد في الثمن؟ خارج الكلام؟ راه الكلام فيه تصير 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 تصير. النميرة ديالك اخويا عبد الله؟ 06 08 71 32 27. اييه الله يسخر لك اخويا، شكرا. اخوان كيف ما كتشوفوا معايا، هذا ميسو ديال قماتشو ما شاء الله. حسن خويا، هذا واش ولد العام هذا الميسو ديال قماشو؟ والله انا عندي شهر 3 اخويا، عندي 7 شهور دابا. بالنسبة خويا للثمن ديالو؟ الثمن ديالو 900 درهم. ويدان اخويا. نقربوا المشتركين من الصورة ديالو. سبحان الله العظيم، جا كرون طاي ياك اخويا حسن؟ جا كرون طاي. اول خرج لي غير مولف الصندوق ديال الحفاظه. ياك مولف الصندوق ديال الحفاظه، يعني ما عمرو خرج. سبحان الله العظيم. خلي النميره ديالك اخويا حسن. 06 51 73 94 19. ومازال يتكلم وزيد يتكلم ان شاء الله اخويا. على هذه الدرجات
كان بان ليه من الساشي. خويا حسن كي داير هاني؟ الله يحفظك. قول لي يا خويا. نعم اخويا. جدر ولا قرع اخويا؟ جدر اخويا. جدر؟ اه. عنده 3 سنين. تبارك الله. بالنسبة خويا الثمن؟ الثمن 1000 درهم اخويا. الثمن 1000 درهم الاخوان. من قارو باقي كحال اخويا هذا ياك باقي ما باقي ما صافي باقي ما صافي خلي النميره ديالك اخويا 06 51 73 74 94 19. خويا حمادة السلام عليكم. السلام. كي داير بخير هاني؟ الله يحفظك. الطويرة خويا ديال الخدمة قلت لي ديال فاش عاطي المساسة. عاطي الجساس ديال المساسة. ما شاء الله. ولكن خارج داوي. خارج مكلم. الفيديو اللي حتولك. الفيديو اللي حتي لي ديالو. صافي خويا أنا غادي نلوحو مورا هاد الفيديو هذا الإخوان اللي بغى يتواصل مع الأخ حمادة. بالنسبة للثمن أخويا؟ 800 درهم. 800 درهم. الثمن قابل للمفاوضة. نحيدوا واحد شوية راك عارف القفيز بوحدو داير شي 170 درهم. استي اوريجينال كيف ما كتسمعوا الاخوان القفيز بوحدو راه داير الثمن واللي بغاه الاخوان راه يتواصل معاه النميره ديالك اخويا 06 06 20 20 20 178 98 99 فيها الواتساب ابل ولا ميساج اللي كان مرحبا اخويا تبارك الله عليك خويا حماده ثالث مرة في الزوينة الإخوان سلك إينوكس خدمة يعني بروفيسيونيل شي حاجة اللي هي العلافة بلاستيك خرج ديك العلافة نشوفها كي دايرة واحد الخلا كبير بعاوكا كلشي هو بالنسبة للثمن ديال هذا شحال داير اخويا؟ اخر الثمن ديالو 160 درهم. وبالنسبة للعود العود ديالو؟ العود ديالو تاع الكركاع وشي خلاتها واحد الكركاع النميرة ديالك اخويا؟ 06 06 82 82 62 48 15. اللي بغى هذا القفيز الاخوان راه عنده يعني منو العدد اللي بغاه يتواصل معاه الله يسخر لك اخويا شكرا
السلام عليكم خويا. عليكم السلام خويا. كي داير بخير؟ الحمد لله. هذا قرا ولا جدر خويا؟ قرا عند العامين. عنده عامين؟ يلا خير. قول لي البدايه الثانيه ديالو. وداني. بالنسبه للكلام؟ وداني. خارج كذا كلام زوين. وداني قياسات زوين. بالنسبه خويا للثمن؟ نطلب 700 درهم. 700 درهم. بغا شي مرضي راه كاين المروه. يجي تيسمعوا. مرحبا بك. مرحبا خويا. مرحبا. انا صايب لي الفيديو ديالو كيتكلم. اييه. مرحبا. هذا ماشي خويا رحوي. النمر ديالك اخويا؟ 06 36 56 90 99 اللي بغى الاخوان يتواصل معاه ويجي تيسمعوا ويتفاهم معاه. تحياتي خويا. مرحبا ديال الدار اخويا. مرحبا. الله يرحم لك الوالدين. ودينا والديك اخويا. بو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير بخير؟ الله يبارك فيك. هاد الحداد راه سمعتو من اللي يمكن لم ما شاء الله. الاصل ديالو ولد ولا جزر؟ لا جزر. الثمن ديالو؟ من الاخر 100 درهم. قبزو بحالكم. ما ضربتك الشمس لا؟ لا ما ضرباني لا الشمس لا والو الحمد لله. 100 درهم اخويا ناخذو من عندك انايا. خذوا ها هو تحنا بمالك. الله يكبر فيك ابو محمد. الله يبارك فيك. اخوان كيف ما كتسمعوا ابو محمد راه ماشي دير يعني دير بروموسيون وش عاجل لك اكثر من بروموسيون. خلي النميرة ديالك اللي بغا يتواصل. اييه 06 06 95 95 28 28 96 96 40 40. مرحبا. تحياتي ابو محمد. آمين. الله يسخر لك. السلام عليكم. سي حمادة المولوع الكبير. دائما كيشرفنا بهذا السوق اللي هو سوق الاربعاء. اخ حمادة. الله يحفظك والله يكبر بك اخويا حمادة. كنضربوا واحد شوية وناكم شوف شحال. كيف ما كنسمعوا الاخوان اخ حماده قال لك واخا خدامين كنجيو لهذا السوق هذا ولكن شنو هو اللي كيخلينا نجيو لهذا السوق هو الولاعه. الولاعه والناس العزاز تتلاقى معاهم مره غتجي تتشمع معاهم وتولع معاهم وتشوفهم واش بخير واش بصحه جيده وطمأن عليهم. الحمد لله هادشي اللي كاين اخويا حماده. خويا حماده بغيت نسولك. اخويا مرحبا. فين وصلتي بالوثائقي ديالك؟ غادي الحمد لله داك الشيء غادي في الطريق الصحيحه. كتبنا السيناريو ان شاء الله غنبداو التسجيل والتصوير هذا الاسبوع ان شاء الله. اتصلنا بمولعين كبار غناخذوا من عندهم معلومات اللي غتفيد جميع الموالع ديال المغرب، ناس على برا، ناس رؤساء ديال الجمعيات. غندخلوهم تما معنا في الفيديو ان شاء الله، يعطيونا الماكسيموم ديال المعلومات باش الناس يستافدوا. وما يبقاوش متبقاش الهوايه معربزه و أيه. يدير هوايه يعني كتقتصر على الاسواق وعلى الاثمنه وعلى كذا. انا بصراحه عجبتني هذه الفكره والفكره يعني زوينه. أنا زوينه بزاف. انا الفكره ديالي هو ان نوصل لبنادم الاشياء الغلط اللي كيدير. أيه. باش بنادم يولي يعرف كيفاش يربي الطائر المقنين ويخدم بروفيسيونيل ويحاول ينتج. وعلى قبل هذا الفيديو درت هذا الفيديو على قبل الانقراض ديال الطائر الحصون باش نزيدوا الطائر الحصون قدام وان شاء الله الناس كاملين يخدموا نديروا الانتاج ديالو. داكشي على الانتاج. انا بغيت بنادم ينتج ولا ينتج شي راه يكون كلشي بين يديه. تبارك الله عليك اخويا حماده. وانت ان شاء الله غادي تلاح هذا الوثائق ان شاء الله. وان شاء الله غتكون فيه واحد 15 يوم ديال الخدمه كما بديت دابا راه سيمانه باش بديت الخدمه. قد ما يعني طولتي في الخدمه قد ما كان داكشي تبارك الله شي حاجه باش نوصلوا المعلومه الكامله ما يكون فيها حتى شي نقص. نوصلوا المعلومه الكامله باش الانسان المولوع خصوصا يستافد. راه حيت كاينين الناس اللي كبار وما عندهمش ما كيكونوش ودينا يعني. وكاين يعني شي ناس اللي هما ما كيبغيوش مثلا يتكلموا معاك في الولاعه او لا يعطيوك مثلا معلومات ولا نصائح يعني اللي كتفيد الناس المبتدئين. نهار بديت بزاف ديال الناس كنتواصل معاهم ما كيبغيوش يعطيوك نصائح وما كيعطيوكش كيفاش تقدر تربي المقنين وشو الحوايج اللي يضروه. وطحنا في اغلاط وما ماتوا لنا طيار اللي في المستوى في اغلاط واستفدنا وفدنا الناس. يعني من تجربه كتستافد. من تجربه كتستافد وما فيها باس بارطاجي مع الناس التجربه ديالك. انا راه مات لي طير بارطاجيته مع الناس راه مات لي الطير. يعني راه مات لي يعني وريتيهم الخطا اللي درتي يعني حتى مات الطير هذا. قدر الله وما شاء فعل. باش حتى ما طيحش في الغلط ان شاء الله غيكون واحد الوثائق اللي زوين ويعجب الناس
ونطوروا به ان شاء الله. وذكر لي اخويا المشاهدين الكرام ديال طائر الحسون المغربي باش يدخلوا عند الاخ. مرحبا. حماده. مرحبا. اسم ديال القناه ديالك. قبل ما نقول الاسم ديال القناه كنبغي نبلغ تحيه كبيره للسي عزيز حيت كضرب تماره ديال الصح. الله يحفظك اخويا. الله يكبر بك. جميع الموالع يكونوا بخير ان شاء الله يوصلوا النتائج اللي كيبغيو. وواحد الفكره ديما طبقوها في دماغكم، ما تحضيش بنادم. إذا بغيتي توصل بعيد شوف هذيك البلاصه اللي باغي توصل لها انت وما تشوفش بنادم شنو كيدير. راه كاينين المعلومات، كاينين بزاف ديال الحوايج. كون ما تكونش ودينا اللي تدخل من هنا وتخرج. صغر راسك راه ان شاء الله توصل. ملي كتصغر راسك الدريس غير تاخذ من عنده معلومه ما كاينش مشكل. جمع الماكسيموم ديال المعلومات وديك الساعه غيبقى تبان لك كلشي قدامك، الحقيقه يبان لك كلشي. والقناه ديالنا راه سميتها اش ام دي فلوغ، كنختصوا بطائر الحسون، ادويه، العلاج ديالو، الانتاج ديالو، معلومات حول طائر الحسون. وان شاء الله غنجيب لكم السي عزيز عندنا للدار. مرحبا خويا. اييه علاش لا؟ عندكم يدير عندنا شي فيديو في المستوى ان شاء الله خويا علاش لا؟ الله يحفظك خويا حميد، تبارك الله عليك اخويا. قال لك السي عزيز شفتني سي عزيز. سبحان الله العظيم. شفت اخويا هذه جويجه سبحان الله بان لها الزوان ديال الطيور. بعض السوق اللي هو سوق الاربعاء هذه اخوان. شفتيها اخويا. هذه هي اليمامه ياك. اليمامه. بريقه.